حقوق الإنسان والتنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية شكل موضوع للقاء من تنظيم حزب الحركة الشعبية لإبراز الاهتمام الذي يخصصه الحزب لمستجدات قضية الوحدة الترابية وتطوراتها والمنح الفرصة لكافة الفاعلين للنقاش حول المكاسب التي راكمها المغرب على الصعيد الحقوقي والتنموي في أقاليمه الجنوبية. هذا اللقاء تنظمه الحركة الشعبية في هذه الفترة التي تتزامن مع الأشغال ديال مجلس الأمن الذي كما هو المعتاد في شهر أبريل سينكب على ملف الصحراء وعلى يعني مهام البعثة المينورسو. أولا لتعبر الحركة الشعبية عن اهتمامها البالغ بقضية وحدتنا الترابية وتجندها الدائم كما جميع المغاربة وراء جلالة الملك من حيث يعني إنهاء هذا الملف. في إطار هذا النقاش هذا يدخل في إطار واحد الاستراتيجية اللي وضعتها الحركة الشعبية للتفاعل مع قضية الصحراء سواء على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. على المستوى الوطني هناك تعبئة يعني تعبئة لكثير من الشباب، تعبئة لكثير من الفاعلين، وكذلك التفاعل مع الحقوقيين في كثير من القضايا اللي كطرحها حقوق الإنسان، ولكن كذلك التوقف عند الإنجازات اللي عملها المغرب واللي وصل لها المغرب في إطار يعني على مستوى وطني عام، وكذلك بخصوص يعني خصوصا في منطقة الصحراء، وكذلك يعني هذه مناسبة للوقوف على معاناة يعني كثير من المحتجزين على مستوى تيندوف ومحتجزين على التراب الجزائري، والمسألة الأخرى التي هي أساسية وهي تعبئة كل الفاعلين على المستوى الدولي. تعبئة كل الفاعلين على المستوى الدولي يعد قاعدة أساسية للدفاع عن المنجزات الحقوقية والاقتصادية والثقافية التي تم تحقيقها والتعريف بها دوليا للمساهمة في إثبات حقية المغرب على أقاليمه الصحراوية في إطار سيادته التاريخية.